ساعتين عشان العضله. بروتين ايه ومش بروتين ايه؟ ارمي اللي في ايدك ده دلوقتي حالا. لا لا ها ليه بحب طمنكم انه ما تخافوا على اولادكم من مكمل البروتين، لانه مكمل البروتين هو جزء سائل من الحليب اللي بتم فصل وقت تصنيع الجبن، يعني هو مثله مثل الاكل، بس تاكدوا انه تختاروا نوعيه بروتين يكون مكوناتها صحيه. سكوب واحدة من البروتين بتعادل 4 بيضات، صدر دجاج، علبة تونة. للأشخاص اللي عم يحاولوا يبنوا عضل، البروتين هو عنصر أساسي لبناء العضل. من دون البروتين رح يكون صعب على الجسم إنه يبني أو يصلح أو حتى يحافظ على أنسجة العضلية. عشان هيك مكمل البروتين بيساعدنا إنه نكمل احتياجنا اليومي من البروتين. الأشخاص العادية بتحتاج 0.8 ل 1 جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، والرياضيين بيحتاجوا 1.2 ل 1.7 جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم. معظم الأنسجة والأعضاء بالجسم مكونة من البروتين، عشان هيك البروتين مهم لنمو وتجديد الخلايا مثل الشعر والأظافر والجلد. يعني يا بنات إذا كان نظامنا قليل بالبروتين رح تواجه مشاكل مثل تساقط بالشعر، تكسر الأظافر، وجلدكم وشرتكم تصير جاف. البروتين هو عنصر أساسي ومهم لعدة وظائف الجسم، فتأكد أنكم يوميا عم تاخذوا حاجتكم من البروتين.